رحمة الله وبركاته. متابعين الكرام الذين طلبوا أنواع كوي الشماغات، هذا مربع شرشف، إذا تبغى بهذا الشكل هذا اسمه مربع شرشف، هذا مرزام الأطراف مضغوطة مع هذا المرزام من الرأس إلى أسفل الظهر عند اللبس، هذا مرزام، هذا مربع، طبعا النوع الأول مربع شرشف، الثاني مرزام، هذا مربع، تكون أطرافه مفتوحة بهذا الشكل، تقدر تشكله أي شكل يعني عند اللبس، هذا هو المربع. والفرق بينه وبين بدون مرزام أن بدون مرزام الأطراف هذه مضغوطة فقط، هنا الأطراف مفتوحة لأنه مربع، بدون مرزام تكون مضغوطة فقط، هذا هو الفرق. وبدون مرزام يأتي نفس المربع لكن الأطراف مضغوطة وهذا وخط المرزام غير موجود، هذا الخط، هذا الخط غير موجود، هذا في المرزام فقط. بدون مرزام نفس هذا الشكل بدون وجود استثناء هذا الخط فقط، يكون هذا مفتوح، يكون هذا مفتوح بهذا الشكل ولا يكون مضغوط. أما المربع فهذا هو المربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأي استفسارات حطها في التعليقات، ونتمنى الاشتراك في القناة حتى نستمر يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.